يقول أعمل في دحانا في مهنة البويات. نعم. وعندما تحضر الصلاة أقوم بغسل يدي جيدا من البوية وأدخل في الصلاة، ولكنني أحيانا بعد انتهاء الصلاة أجد بقع صغيرة أقل من نصف السنتيمتر بها بعض الدهانات، هل علي إعادة الصلاة؟ نعم، إذا كان مغطية للجلد ولو كان يسير لم يصل الماء إلى ما تحتها فلا بد من إزالة الدهانات والوضوء من جديد وإعادة الصلاة. نعم. هذا مما يؤكد عليك قبل الوضوء أن تزيل الدهانات ولا يبقى منها شيء أبدا، تتأكد من ذلك. نعم.